نستطيع القول من موقع القدرة بأن شعبنا اليوم بفضل الله في أفضل حالاته في مواجهة العدوان، في حين يشهد تحالف الإجرام على بلادنا أسوأ مراحله بعد أن فشلت كل رهاناته وسقطت بعون الله مشاريعه، وباتت قوى العدوان ينهش بعضها بعضا. وهم اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوقف عن عدوانهم والاعتراف بحق شعبنا في الاستقلال والحرية والكرامة، أو الاستمرار في طغيانهم متجاهلين كل الحقائق، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أنظمة العدوان وعلى رأسها النظام السعودي. الحضور الكريم، لقد عانى شعبنا طوال عقود طويلة من تعاقب أنظمة منزوعة القرار وفاقدة للرؤية الوطنية وضعيفة الإرادة، بذلت كل طاقاتها لتنفيذ أجندات دول خارجية على حساب كرامة أبناء هذا الشعب. وفي هذا التوقيت نحن عازمون وبمنتهى الجدية إلى المضي قدما في معركة مفتوحة مع الفساد المالي والإداري في بنى ومؤسسات الدولة مهما كلف الثمن، وإلى جانب أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد لمواجهة الفساد المنظم الذي يستهدف المال العام. نحتاج الآن إلى تحرك إضافي لمواجهة الفساد الموجه إلى المواطن بشكل مباشر، وفي سبيل حماية المواطن من مظاهر الاستغلال في المؤسسات الحكومية، ندشن اليوم المرحلة الأولى من مسار مكافحة مظاهر الابتزاز والرشوة والاستغلال غير المشروع لاحتياج المواطن في خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى بإذن الله سبحانه. ولا يليق بنا أن نسمح باستمرار تلك المظاهر السيئة والبعيدة عن مبادئ ديننا الحنيف وهويتنا الإيمانية. نحن الذين جئنا من رحم الأمة ضاربة في عمق الحضارة، كانت أولى الحضارات المزدهرة والمشرفة على وجه الأرض، وقد وجهنا كافة الجهات الحكومية بالعمل على تفعيل إدارة خدمات الجمهور وتخصيص أرقام للشكاوى تستقبل آهات وتظلمات كل مواطن يتعرض للابتزاز، على أن يتم تركيب لافتة عند مدخل كل مؤسسة حكومية تقدم خدمات للمواطنين توضح قائمة بكافة الخدمات التي تقدمها والرسوم لكل خدمة والمدة الزمنية المفترضة لإنجازها، حتى يعرف كل مواطن ما له وما عليه لإنجاز معاملته، ويتمكن من تقديم شكواه إلى المسؤول الأول في الجهة في حال تم اعتراضه من قبل المرتشين والفاسدين في تلك الجهات. كما وجهنا بتخصيص إدارة معنية بالشكاوى بمكتب رئاسة الجمهورية مع أرقام مجانية وطاقم مختص في حال لم تتفاعل الجهة المعنية مع شكوى المواطن، وستستقبل الإدارة المختصة بمكتب رئاسة الجمهورية الشكاوى وتتابعها حتى تحل إن شاء الله، وستحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبلنا. ونؤكد بأن أي مسؤول في الدولة من أكبرهم إلى أصغرهم لا يستجيب لشكوى محقة تقدم بها أي مواطن سيكون مسؤولاً أمامنا، ولن نتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في حال ثبت تجاوزه عن أداء مسؤولياته، ونأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك. ولأكون صادقاً معكم، فإن أي مسؤول أو موظف تثبت صحة الشكوى عليه فلن يتم التهاون معه، ولن يثنينا أي سبب عن محاسبته كائنا من كان. ونحن قادرون وبالتوكل على الله والعمل الجاد على تحقيق انتصار تاريخي في مواجهة كل مظاهر الفساد والاختلال وبناء الدولة العادلة التي نريد. أدعو المواطنين إلى التفاعل والإسهام في مكافحة هذه الظواهر السلبية من خلال الإبلاغ عن أي تجاوز عبر الأرقام المخصصة، حتى نكون وإياهم على قدم المساواة
يدا بيد وكتفا بكتف لمواجهة الفساد في مختلف قطاعات الدولة. إن هذا الشعب الصبور الشهم هو أهم رأس مأل نحافظ عليه ونضاعف الجهود للتخفيف من معاناته. ومن يرى أن الحفاظ على المنصب أو الحصول على السيارة أو الإثراء والتكسب على حساب أبناء الشعب اليمني الصابر والصامد هي مهمته في موقع المسؤولية فهو عبء على الشعب وعبء على الدولة. ولا يمكن أن يكون جزءاً من مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة، بل إننا نعتبر أن الفاسدين والمرتشين اليوم هم امتداد للعدوان على بلادنا، ولن تكون مواجهة العدوان عائقاً أمامنا عن الانطلاق لمواجهة عدوان الفساد والمفسدين على مختلف المستويات. أدعو إخواني وزملائي في كافة مواقع المسؤولية إلى الاندفاع بجدية لمكافحة مظاهر الابتزاز والاستغلال على حساب الناس في أروقة مؤسسات الحكومة، والتنافس على خدمة الناس وتقديم النماذج الإبداعية لتحقيق ذلك. كما أدعو أبناء شعبنا إلى رفض محاولات الابتزاز من أي موظف حكومي وسرعة الإبلاغ عنه، وسيمنح المتعاونون على كشف الفاسدين امتيازات تشمل الإعفاء من رسوم تلك الخدمة التي بلغ عنها.